أنه الاهتمام بمنتجع قفيت يعني أصبح بالنسبة لجمعية قفيت يعني كواجب، على اعتبار أن أولا أن جمعية قفيت تضع ضمن أهدافها تطوير السياحة الاجتماعية والتضامنية وتطوير السياحة الثقافية والطبيعية، وهذا الأمر يعني وضع على عاتق جمعية قفيت واحد المهمة اللي هي أحيانا تبدو أكبر من الإمكانات ديالها. طبيعة الحال منتجع قفيت بالسحر الطبيعي اللي فيه، وبطبيعة الحال بالمناخ اللي هو يعني كتميز به هذا المنتجع، الآن ولينا كنلمسوا أنه يعني الاستقطاب أو الاستقطاب ديال الزائرين أصبح يزداد سنة عن سنة، حيث أنه الآن كيمكننا نقدروا أن الزائرين تاع منتجع قفيت يقدر بحوالي 70,000 زائر يعني خلال 3 أو 4 أشهر نتاع الصيف. واحيانا كنحسوا بانه البنيات يعني التحتيه نتاع الاستقبال وديال ديال ديال السياحه 70,000 يعني سنويا بالنسبه للاستقطاب، يعني البنيه التحتيه ما كافياش لاستيعاب كل هذا العدد من الزوار، معنى انه التدخل نتاع الدوله الان اصبح يعني ضروريا، لا بالنسبه للبنيه التحتيه المتعلقه بالمجال السياحي على مستوى الخدمات السياحيه، ولا بالنسبه للبنيه التحتيه الاخرى مثل طريق الرابط ما بين جراده وتقفيت اللي هي طريق ايضا تحتاج الى التفاته من طرف الدوله، هي ما فيهاش اكثر من 24 كيلومتر واللي بطبيعه الحال سوف لن تكلف كثيرا، خاصه وانه اصبح مطلب يعني اللي هو مليح بالنسبه للساكنه ديال المنطقه وبالنسبه للزوار، لانه اكيد انه لو انه كانت الظروف يعني نتاع البنيه التحتيه افضل لكان العدد ايضا اكبر بكثير جدا، لانه عدد من الناس اللي كيتصلوا لنا في الجمعيه كيتاسفوا على انه يعني طريق تزعجهم في المجيء الى هذا المنتجع اللي هو جميل خاصه اثناء فتره الصيف. طبعا الحجم عند قفيت تحاول ان تعمل على استدامه النشاط السياحي، يعني انه ما يبقاش منحصر في هذه 5 شهور او 4 شهور ديال اخر الربيع الى نهايه فتره الصيف، ولكن استدامته خلال باقي ايام السنه باقي الفصول من خلال يعني استحداث يعني البنيات السياحيه ديال الاستقبال، وهذا اللي خلى الجمعيه تشتغل على احداث بعض المآوي نتاع الاستقبال السياحي، اشتغلنا مع السفاره الفرنسيه مع وكاله التنميه الاجتماعيه مع عدد من الشركاء الاخرين باش احدثنا بعض المآوي السياحيه، لكن كنعتبروها غير كافيه وحتى من حيث الناحيه المهنيه مازال تحتاج الى تدخل، ولذلك يعني هي الفرصه والمناسبه لنوجه نداء الى جميع المتدخلين في المجال السياحي اننا يعطونا يد الله باش يمكننا نطوروا ايضا هذا القطاع هذا على مستوى الجهه الشرقيه في منتجع قفيت. هل منتجع قفيت هل هو مدرج ضمن الجولات السياحيه اللي كتكون في تخوضهم بها مثلا سواء وزاره السياحه او المؤسسات الخاصه؟ لا ابدا، احنا المجهود كل المجهود نتاع تعريف المنطقه و يعني العمل على استقطاب يعني الزائرين والسواح يعود اساسا الى عمل الجمعيه في علاقتها مع وسائل الاعلام المحليه والوطنيه والدوليه. احنا بالنسبه لنا يعني وسائل الاعلام يعني كتلعب معنا دور مهم كجمعيه، انا كنقول لكم ما كاينش تدخل ما كاينش مجهود اللي كتقوم به جهات اللي هي مهتمه يعني بضروري انها تهتم بالسياحه، احنا ننادي نرفع يعني حنجرتنا بالنداء من اجل انه كاع الجهات والمؤسسات اللي عندها علاقه بالسياحه، لانه ايضا تطوير العمل السياحي او النشاط السياحي بالمنطقه يعني يعتبر احدى البدائل الاخرى على مستوى البدائل الاقتصاديه على مستوى على نطاق اقليم جرادة اللي هو ايضا يمكن نعتبره انه هو اقليم ايضا عنده مؤهلات وامكانات سياحيه مهمه، منها تاريخ المناجم منها بقايا يعني كل تاريخ المنجم يعتبر ايضا سياحه ثقافيه، وايضا منتجع قفيت وتيسوريين وما تتميز به ايضا النجود العليا من يعني مرور بعين بن مطر الى حدود بوعرفه، تعتبر كلها يعني مناطق يعني سياحيه عندها خصوصيه ديالها وعندها الزبناء ديالها اللي كيجيو بطريقه غير منتظمه، اما كما اشرت بمجهود تاع الجمعيه وعلاقات خاصه تاع الجمعيه مع هاد الزبناء، والان جمعيه قفيت هي باستمرار تستقبله
يعني وفود ومجموعات اللي غرضها انها تقضي يومين او ثلاثه بالمنتجع نتاع قفايت سواء في الصيف او خارج فترات الصيف. وطبيعه الحال كتكون ماشي غير الطبيعه، كاين ايضا كنلعبوا على المسائل اللي هي ثقافيه من خلال تثمين يعني الفولكلور والثقافه المحليه وايضا الفنون الاخرى اللي كنعتبروها ايضا تعتبر رافعه نتاع التنميه من خلال المهرجان اللي كننظموه سنويا في الصيف اللي هو مهرجان فن وتضامن اللي كيجيو له فنانين تشكيليين على المستوى الوطني والعالمي وكيقضيو 10 ايام وكينتجوا يعني اعمال اللي هي كتبقى لاجل الاشتغال تاع جمعيات قفايت. وهي المناسبه ايضا باش نشكروا هاد الفنانين اللي كيساعدونا من اجل التعريف بالمنطقه والانتاج ديالهم. استاذ سمح، الا بغينا نعرف قفايت، لما نقول قفايت واسم هي؟ واش هي نهر؟ واش هي واحه؟ واش هي عيون؟ واسم هي؟ قفايت يعني ككلمه يعني فيها يعني اجتهادات ديال المؤرخين. اولا كاين اللي ارجع وهذا هو الغالب في نظري انه قفايت كتعني في واحد اللهجات امازيغيه قديمه كتعني هو ذلك الخدر، المكان اللي كتخبأ فيه العروس. وهذا يعني هذا يعني مقاربه تاريخيه اللي يعني يمكن لها تكون هي يعني صحيحه، لان قفايت جايه في واحد المكان يعني هي مفاجاه بالنسبه للزائر عندما ياتي يتجه جنوبا من مدينه وجده فانه يعتقد انه ذاهب الى الصحراء، في حين ان يعني منتجع قفايت يشكل واحد المفاجاه بالنسبه له لانها مخبيه. وهذا يمكن كتشبه الخدر اللي كتخبا فيه العروس. وكاين اللي كيعتبرها انها كانت طريق ممر يعني قديم من جفايت، يعني من جا اللي جا لا يستقر بانه يمر، كانت يعني فيها يعني المياه والعيون، وكان بالنسبه للقوافل وبالنسبه للمارين كيعتبروها واحد المحل نتاع الاقامه. لكن نرجح انه فعلا الاصل ديال الكلمه امازيغي، لانه تقافيت ديجا يعني الكلمه عندها يعني من حيث التركيب هي بنيه يعني امازيغيه، وكنرجحوا بانه فعلا يعني تميل الى ذلك المكان الخفي المستتير والجميل في نفس الوقت اللي كتوضع فيه العروس منذ القدم. شحال معين تقريبا عندكم في الكافيت؟ لا يمكن احصاء يعني الينابيع اللي كاينه في الكافيت، لكن احنا كجمعيه عندنا واحد واحد سيكو. واحد لو سيركو، واحد لا روندوني، واحد واحد الجوله اللي كنديروها مع الضيوف ديالنا اللي كتسمى جوله 20 عين 20 سورس فان سورس، واللي بطبيعه الحال هي العيون الكبيره اللي يعني لو ديبي ديالها اي الصبيب ديالها كيتجاوز 50 ولا 60 لتر في الثانيه. وبطبيعه الحال هذه هي العيون اللي كنعتبروها من ضمن هذه ال 20 عين، لكن اذا بغينا نعدوا العيون اعتقد انها كتجاوز ال 40 منبع. وهذه هي الطروه ديال قفايت، هي طروه الماء اللي هو بطبيعه الحال موجود بواحد الشكل مهم واللي ما كتاثرش فيه العوامل المناخيه، لانه ماء نابع من الاعماق، ماء حي، وخاصه ان يعني الفرشه المائيه ديال الاقليم ككل تعتبر من اكبر الفرشات المائيه على المستوى الافريقي. فلذلك كنعتبروا انه هذه النعمه التي حظى بها الله هذا المنتجع يعني هي ايضا قابله للاستثمار بواحد الشكل ذكي، واحد الشكل اللي يعني لا يبتدلوها ولكن يحترم هذا الماء وايضا يستثمره لصالح النمو الاقتصادي نتاع هذه المنطقه. سيدي روشي، الا بغينا نشوف هذا النهر مين كيبدي وكيكمل؟ هذا الواد اللي احنا بالنسبه لنا هو يتسمى يعني واد زا، هذا واد زا اللي هو المنبع ديالو من عين بن مطهر يعني من قريب، ولكن المصب ديالو الان كيصب في سد الحسن الثاني اللي هو بعيد الان على واحد 20 كيلومتر، ولكن يعني المصب ديالو النهائي هو نهر ملويه اللي هو معروف ككل. وهذا النهر واتزا يخترق توريرت، ولكن احنا بالنسبه لنا من قفايت حتى العين من المنبع ديالو حتى لقفايت كيتسمى الواد الحي، الواد الحي، ولكن جغرافيا الواد كيتسمى واتزا لانه يمر عبر يعني توريرت، وتوريرت كان يتسمى واتزا والتسميه ديالو الجغرافيه هو واد واتزا. احنا كنسميوه الواد الحي لانه حي فيه الماء، وبطبيعه الحال هو كيتغتانا يعني الصبيب ديالو ملي كيدوز قفايت، لان الثلثين
ديال الصبيب ديالو كتزاد من بعد ما يمر من تكافيت، لانه كل هذا الينابيع اللي هضرنا عليها هاد لي سورس كتضاف للواد وكيولي حلو، كيولي قابل حتى للشرب. يعني واحد الواد اللي يعني ماشي يعني واد عنده خصوصيه ديالو ايضا، لانه كينبع عنده من عيب نطهر عنده واحد شويه الملوحه، ولكن ملي كيمر في تكافيت وكيمر كيولي حلو، لانه كما قلت ثلثين ديال الصبيب ديالو كتضاف من ماء الينابيع اللي هي عذبه وحلوه وقابله للاستهلاك. دابا ما تستدروش عدد السكات عند كفايت. عدد كفايت الحقيقه الان فيها جوج، هي قريه واحده ما كيمكنلكش تميز الحدود بيناتها، فيها جماعتين، جماعه كفايت وجماعه البخاته. هي البخاته البخاته وجماعه كفايت. هاد الجماعتين بجوج لا يتجاوز عدد السكان ديالهم 7000 نسمه. ولكن يعني المحيط ديال يعني المكانه ديال المنتجع والاقبال ديال الناس عليها خلاها تكون يعني اكثر اهميه. اما يعني الساكنه فهي 7000 نسمه جماعتين. ويبقى النشاط تاعها الاساسي شنو هو؟ النشاط الاساسي هو الفلاحه والكسب الرعي باشكاله، وهذا الحركيه والنشاط السياحي ايضا يعتبر الان نشاط اللي هو يعني واعد بالنسبه للمنطقه. لكن العمل اليومي نتاع اغلب الناس هي الفلاحه وخاصه الخضروات والفواكه وغيرها. وبالمناسبه ان الجمعيه تشتغل الان على مشروع ثاني، على برنامج ثاني يتعلق بتلفيف الخضر المحليه الطبيعيه، وايضا العمل على تسويقها، ويعني الحصول على واحد اللابل، واحد الاسم خاص ديال لانه كنعرفوا الاقبال ايضا على المنتوجات نتاع الخضروات والزيوت وغيرها نتاع والاعشاب الطبيه والعطريه ديال الكافيت. كاين واحد يعني عندها واحد الاهميه في السوق، لذلك احنا نعمل على تثمين هذه المنتوجات، ونتمنى من شركائنا ان يتفهموا وان يستوعبوا هذه البرامج ويساعدوا من اجل اننا نخرجوا هذه المشاريع الى حيز الوجود. Thank you.